10 سنوات والناقل الأخضر الوطني يعاني من حظر دولي وضع الخطوط الجوية العراقية بمأزق وتراجع مالي وفني كبير. فرض هذا الحظر منذ سنوات عديدة نتيجة لمجموعة من الأسباب والتي تتعلق بمعايير السلامة والجودة والتي كان لها تأثير كبير على قدرة الخطوط الجوية العراقية على العمل والتوسع دوليا. ومع مرور الوقت بذلت الحكومة العراقية جهودا كبيرة ومكثفة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي وتحسين معايير السلامة والخدمة بما يتماشى مع المتطلبات الدولية. تهدف هذه الجهود إلى استعادة ثقة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والسماح للعراق بالعودة إلى الساحة الجوية العالمية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي وعلى السياحة في البلاد. وياكم هذا الموضوع وأتحدث مع الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. على أمل أن ينضم إلينا الأستاذ فارس الجوري الباحث واستشاري طيران. نعم هو بالفعل موجود معنا، حياك الله دكتور فارس. أهلا وسهلا. مساء الخير وأهلا وسهلا حضرتك وبالمشاهدين الكرام وبالضيف الكريم. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ صفوان، بداية شقد العراق خسر جراء هذا الحظر؟ يعني عندما نقارن مثلا طيران المملكة العربية السعودية والفرص المتاحة للأجواء العراقية، بالتأكيد حاليا المملكة تحقق 20 مليار دولار سنويا كإيرادات من قطاع الطيران، ما عدا السياحة، ما عدا أن هناك ما لا يقل عن 30 مليار دولار أخرى ينفقها السواح. فعمليا العراق فقد ما لا يقل عن يعني 200 مليار دولار نتيجة إيقاف خطوط الجوية العراقية، ليست فقط باتجاه دول الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا باتجاه بقية دول العالم. طبعا تنشيط حركة استخدام الطائر الأخضر يساهم طبعا بالإضافة إلى الإيرادات المباشرة إلى خلق فرص عمل في قطاع الطيران. لدينا إمكانية في توسيع المطارات، في زيادة عدد الطائرات، في توفير أجواء مناسبة للسواح الأجانب لاستخدام الطائر الأخضر. فبالتأكيد هذا الموضوع ورقيا هو عبارة عن خسارة مباشرة، لكن بالتأكيد حكومة السوداني أصبحت على دراية في ضرورة أن يعود الطائر الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها حاليا خطوط الجوية العراقية بالتنسيق طبعا مع مؤسسة السلامة الأوروبية من أجل التسريع بموضوع عودة الطائر الأخضر إلى دول الاتحاد الأوروبي. طيب أستاذ فارس، ما هي متطلبات الاتحاد الأوروبي لتقليل هذه العقوبات أو هذا الحظر على الناقل الأخضر؟ بالحقيقة هو المتطلبات هي ترى متطلبات بسيطة وليست صعبة وغير مستحيلة، يعني بالعودة إلى المتطلبات هي نفس متطلبات الحصول على شهادة التشغيل من قبل السلطة المحلية، سلطة الطيران المدني العراقي، كون أنه اللوائح الطيران في العالم هي وحدة، لأن هي أهم عمود في الطيران هو تحقيق مبدأ السلامة. فلذلك أنا أقول هي اللوائح أو المتطلبات هي راح يعني هي ألفباء موافقات طيران أي شركة نقل جوي في العالم. لكن الحقيقة المرة اللي نلاحظها ونشاهدها على مر السنين المضت أنه ما كان أكو إرادة حقيقية لتطبيق هذه المتطلبات بشكل صحيح.
بشكل يتماشى مع اللوائح والمعايير اللي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني، ومن خلال اقتبستها سلطة الطيران المدني العراقي، والمفروض تطبقها على الناقل الوطني العراقي. هذه المتطلبات أهمها أنه تكون هذه الطائرات مطابقة للمواصفات العالمية من خلال أو من حيث جودة الصيانة لها. يعني إذا أجي على أضرب مثل بسيط، أنه إحنا المفروض عندنا مركز صيانة خاص بالطائرات ومعتمد عالميا، طبعا بعد ما يعتمد سلطة الطيران المدني العراقي. هذا المركز إحنا ما موجود، فإذا تضطر لازم السلطة أنه تتعاقد ويا مركز صيانة دولي حتى تصين، حتى تعمل تفاتيش والصيانة الدولية للطائرات في هذا المركز. فإحنا هذا الموضوع لحد الآن يعني مش يعني خلينا نقول في تلكؤ، والتلكؤ واضح من خلال الفترة حتى الآن. أستاذ فارس، الحكومة العراقية حتى الآن الحكومة العراقية قالت أنها تعمل بجهود حثيثة على حل هذا الملف، فحتى الآن أنت شوف هذه الجهود غير مناسبة غير كافية. حقيقة الفترة اللي فاتت من تولي حكومة السيد السوداني للحكم كان عنده توجه إلى توجه إصلاحي لقطاع الطيران برمته. في قطاع الطيران ليس النقل الجوي فقط، احنا عندنا قطاع مطارات، عندنا قطاع تدريب، عندنا أمور أخرى لوجستية خاصة بالطيران. فكمراقب أنا لاحظت هذا التوجه، لكن التوجه هذا كان ينقص الاعتماد على الخبرات. يعني أنا يعني بصراحة أمس شفت اللقاء السيد السوداني مع اللجنة المكلفة، اللجنة الجديدة، لاحظت أكو اختلاف جذري في هذه اللجنة عن اللجان السابقة. يعني أكو لجان سابقة كان موجود بها من وزارة الخارجية، كان بها موجود من وزارة النقل. يعني وزارة الخارجية شو العلاقة بموضوع الطيران؟ وزارة النقل يعني صح معنية للشركة التابعة لها، لكن إحنا نحتاج إلى هؤلاء الأشخاص اللي كانوا جالسين عند السيد السوداني أمس. هذول الناس موجودين من منظمات عالمية مثل الإياتا والإيكاو. هذه اللجنة إذا استمرت بالعمل وبالدعم الحكومي الصحيح، أنا أتوقع أنه نشهد بالأشهر القادمة وليس بالأيام القادمة، بالأشهر القادمة، لأن الإياسة كل 6 أشهر تسوي تدقيق جديد على هذه الشركة. فنتأمل خير بالأيام الجاية، خصوصا بعد هذه التغييرات باللجان اللي موجودة لإزالة هذا الحظر. إن شاء الله. إذن دكتور صفوان، قلت إمكانات عندنا وهملنا المطارات بهذا الشكل على مدى الحكومات السابقة، نقص خبرات كما تفضل أستاذ فارس، فساد إداري، لو ما عندنا إرادة سياسية للإصلاح، وين مشكلتنا؟ يعني حقيقة العراق انقطع عن الأجواء العالمية منذ سنة 91 لغاية 2003. الطائرات الموجودة كانت متقادمة، ليست بالمواصفات التي يقبل بها الاتحاد الأوروبي. طبعا هم يركزون على سلامة الراكب. منظمة الإياسا بالتأكيد تجبر الطائر العراقي أو حتى الذي يحصل على شهادة من العراق أو من بقية دول العالم على الامتثال لهذه المعايير التي تسمح له بالطيران في الأجواء الأوروبية. النظام الحالي تعاقد على شراء طائرات بفترات متعاقبة. الأسطول حاليا الذي يعمل بطائرات مختلفة، هم يشترطون على العراق أن يكون لديه نماذج محددة. مشكلتنا وين؟ المعايير ما هي معايير صعبة، يعني معايير مفروضة على كل بلدان العالم. العراق ليش مطبقها قبل سنوات؟ يعني العراق كان يعتمد على رقابة سلطة الطيران المدني من خلال مستشار ألماني. هذا الحقيقة الموضوع بعد إبعاد المستشار بال 2013 ساهم في إخراج العراق من دائرة الرقابة. هم يحاولون أن يراقبون الأجواء العراقية بالاعتماد على شركات مضمونة من قبل الاتحاد الأوروبي. كانت هناك شركة بريطانية تراقب الأجواء، أنت تعلمين بأن داعش وخطر داعش. فعملية امتثال الخطوط الجوية إلى معايير السلامة والتأكد من جنسية الراكب، حاليا بعد قبول العراق دوليا نعتقد بأن هذه المرحلة يمكن من خلالها، طبعا إذا تضافرت الجهود الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولي. حاليا مؤسسة التمويل الدولي تعرض تطوير مطار بغداد وتوسيعه بعقدين،
ممول من مؤسسة التمويل الدولي، وهي مؤسسة طبعا عندما تقوم بتحديث مطار هي تضمن أن إيرادات المطار تكفي لتسديد أجور الطائرات. الحكومة العراقية خطواتها راح تروح تتعاقد ويا هذه الجهات؟ لا لا، هي متعاقدة الآن هسه مؤسسة التمويل الدولي. شو تتعاقدت دكتور؟ يعني الآن أكو قرض من مؤسسة التمويل الدولي لتطوير مطار بغداد وتوسعته. من أين سيتم تسديد هذا القرض؟ من إيرادات المطار. أي هذا شفناه على أرض الواقع لو راح ينفذ. لا موجود هذا حاليا. يعني أكثر من لقاء سيد السوداني التقى به ممثل مؤسسة التمويل الدولي. أي نعم. بدل المطار يتطور. يعني كانت هناك ثلاث سيناريوهات. سيناريو أن يكون هناك مطار آخر في بغداد. هذا اللي سواه. سيناريو توسيع المطار. وسيناريو إعادة تأهيله وعدم التوسيع. حاليا هم يعني اختاروا البديل الثاني، توسعة المطار وإعادة التأهيل القديم. هذه المؤسسة تراهن على أن طائر العراقي سيدخل للأجواء الأوروبية، لأن إيرادات هذه الطائرات ستسمح للإيرادات بتسديد القرض. طبعا لا نعول فقط على مؤسسة التمويل الدولي، الحقيقة خطوط الجو مو كافية، يعني هسه هي مو كافية توسعة المطار وأن تكون متعدد الأجواء. الجهات يعني أنا بتقديري مراقبة الأجواء حاليا الشرق الأوسط يراقب من شركات عالمية متخصصة. عملية الاختلاف مع هذه الشركات، طبعا في فترات سابقة كان هناك لغط بأن هذه الشركات هي تمثل يعني تمثل جهات قد لا تنسجم مع توجه الحكومة، ممكن تتجسس على الأجواء العراقية. نعم، كل لكن هذا الحديث هي تراقب الشرق الأوسط بالكامل. فعلينا الاستفادة من هذه الشركات بوضع مراقبين جويين عراقيين مع الأجانب من أجل نقل الخبرة. يعني لا نجير قطاع الطيران إلى الأجانب بدون خبرات محلية. مزاوجة الخبرة تدريجيا، حتى يعني مسألة المضيفين، الاتحاد الأوروبي يعترض على المضيفين العراقيين، يرغب ب يعني أن يكتسبون خبرات، حتى موضوع الوقود المستخدم يفترض أن يكون أيضا صديق للبيئة. فهناك مجموعة من المعايير وضعت يفترض أن يمتثل العراق لها من أجل أن يستطيع الطائر العراقي أن يعبر إلى هذه الأجواء. هذه المعايير راح توجه بها للأستاذ فارس. أستاذ فارس، إذا ما الذي ينبغي على العراق القيام به حتى يحقق هذه المعايير وبالتالي يقلل من هذا الحظر؟ والله شوفي، حقيقة هو إحنا نحتاج إعادة هيكلة لقطاع الطيران المدني العراقي. هذه نقطة رأس سطر. هذه الهيكلة تبدي من الرأس الهرم ونزولا وليس العكس، لأن إحنا بصراحة الخطوط الجوية العراقية، إحنا راح نحكي بس على الخطوط الجوية العراقية، ما راح أتطرق لا للمراقب الجوي ولا للمطارات، لأن قطاع الطيران برمته يحتاج هذا الإصلاح. الخطوط الجوية العراقية تحتاج إعادة هيكلة من ناحية أنه نعيد النظر في موضوع إدارة هذه الشركة. إدارة هذه الشركة، القانون العراقي، قانون سلطة الطيران المدني العراقي المرقم 148 سمح لشركة الخطوط الجوية العراقية بإدارة الشركة من قبل مجلس إدارة، وهذا المجلس الإدارة المفروض يتكون من 8 أشخاص كلهم هم خبراء مختصين في موضوع سياسات النقل الجوي. قسم من عندهم من ضمن الشركة أو من ضمن هيكلية الشركة، وقسم آخر هم خبراء من خارج الشركة حسب القانون. لحد الآن إحنا ما نعمل بهذا الاتجاه. إحنا مدير الشركة مع جل احترامي لشخص الرجل مهني وما عندنا مشكلة عليه، لكن صاحب القرار هو وزارة النقل. وزارة النقل مع احترامي للوزير واحترامي لكل الناس اللي هناك، هم ليسوا ضليعين أو ما عندهم المعلومة الكافية كيف تدار شركة الخطوط الجوية العراقية فنيا. لذلك احنا بنقول اول شيء لازم نعيد النظر في مجلس إدارة الشركة، نضع شخص متخصص بصيانة الطائرات. هذا الشخص لازم عنده شهادات، عنده خبرات دولية، خبرات عالمية، حتى يعرف ليش احنا عندنا حاليا نصف اسطول الشركة عاطل او ينتظر محركات او كذا. لماذا؟ ولكن استاذ فارس، اكو معلومات تقول بانه تم اصلاح هذه الطائرات، وفي نهاية هذا العام كل الطائرات راح تكون شغالة ان شاء الله. طيب احنا هذا التأخير صار لأكثر من سنة. نعم. هل تعلمين لماذا؟ لأن الناس اللي موجودين بالشركة الجانب الفني يطلب مواد احتياطية، المخزن ما تفارق. من يطلب مواد احتياطية راح يدخل بسلسلة مراجع بوزارة النقل ما تسمح بأنه يجلب المادة بشكل سريع.
احنا بالطيران في عالم الطيران اكو موضوع يعتمد على عامل السرعه وليس ما له علاقه بعامل المال. موضوع المال اخر شيء نفكر به بالطيران. زين استاذ فارس، درجاتنا على الارض. نعم، حتى افهم نقطه مهمه من جنابك الكريم، يعني هسه احنا مشكلتنا مو مشكله توسعه مطار ولا إعادة ضبط المطارات ولا كل هذا، احنا مو مشكلتنا، احنا مشكلتنا الآن إعادة هيكلة، ما عندنا خبرات لإدارة هذا الملف. شلون ما عندنا؟ عندنا إدارة، بس إذا تسمحي لي حتى أوضح للمشاهد وأوضح لحضرتك وللبيض، احنا المطارات غير الخطوط الجوية العراقية، غير النقل الجوي، غير المراقب الجوي، هذه احنا بدنا نحكي على مشغل، على مخدم. المخدم من هو شركة النقل الجوي، خطوط الجوية العراقية. هسه احنا نحكي على الخطوط الجوية العراقية، خطوط الجوية العراقية نجيب لها ناس مختصين بمجلس الإدارة. مجلس الإدارة راح يعدل من سياساته. احنا يحتاج لنا شخص بالتجارية، شخص بالتسويق، شخص بالإدارة المالية. احنا هل تعلمين سيدتي شركات النقل الجوي داعم اقتصاد، داعم قوي لاقتصاديات الدول. يعني احنا لو نهتم بشركة الخطوط الجوية العراقية وبعدد طائراتها اللي تصل 40 طائره، لو كلها عامله صدقيني احنا حتى نقدر ناخذ من وارداتها وندعم بجزء جزء بسيط من اقتصاد البلد. طيب لكن احنا ما نسوي هذا الشيء، احنا ما عندنا مركز صيانه، نحتاج مركز صيانه. لو اكو مجلس اداره متخصص يطلب مركز صيانه. ما عندنا مركز تدريب متخصص للطيارين اللي نحتاج تدريبهم بالسنه مرتين، ندزهم للخارج، نصرف عليهم ملايين الدولارات. في حين احنا كان عندنا قبل 2003 مركز تخصصي للتدريب الطيارين داخل البلد، حاليا ما موجود. وضحت الفكره. نعم احنا هذه المفروض مو بس نسدد ديون ونصلح طائرات، لا، نسوي مركز صيانه طائرات، نسوي مركز تدريب، نشتري طائرات اخرى، نعبي المخازن مالتنا بالادوات الاحتياطيه بحيث الطائره ما تقعد اكثر من 72 ساعه. وضحت الفكره. سنة. نعم على مود مواد احتياطيه. طيب اذا هذا واجب مجلس الاداره. اذا دكتور صفوان، احنا عندنا خبرات، ليش مجلس الاداره ما يكون من ذوي الخبرات لاداره هذا الملف؟ يعني تفضل بنقطه مهمه هي التسويق والاداره الماليه. نعم. هل هي متوفره بالفعل اليوم؟ الحقيقه على مستوى الكفاءات العراقيه موجوده، لكنها تعمل في الخارج. يعني انا اعرف احد الاشخاص عنده دكتوراه بصيانه الايرباص. وحاليا هو مو بالعراق. يعني عندنا احنا هيجي امكانيات، بس الحقيقه العراقيين حتى اللي يعملون في قطاع الكفاءات العراقيه لا تمنح الدخل الذي يتناسب مع مستوى الكفاءه، يعني حتى اذا عادوا هؤلاء العراقيين في الخارج معدل دخلهم لا يتناسب مع معدل الشركات التي تعمل ضمن بيئه المنافسه. هذه المشكله جدا رئيسيه. طبعا هاي احنا على ما نريد نهيكلها لازم نهيكل كل المواضيع. احنا علينا ان نعمل بعقليه الاستثمار. يعني الضيف الكريم بالتأكيد أشار لملاحظات أن التسويق يحتاج إلى استثمار، عملية التدريب ومتابعة التدريب والتطوير أيضا يحتاج إلى مراكز. ليش ما عندنا مركز هنا، مركز تدريب؟ الحقيقة للأسف يعني عندما يعني متخذ القرار إذا كان غير متخصص ويلاحظ أرقام بملايين الدولارات يشعر بأن هذا هدر بالمال العام، بينما هو العائد على مثل هذه الاستثمارات، يعني عندما أعطي للطيار رقم، للصيانة رقم، هذه الأرقام لا تقارن بقطاعات أخرى. يعني هؤلاء كفاءات. التعليم العالي عليه أن يطور أدواته لإنتاج معرفة مستدامة لمثل هذه القطاعات. ما نطالبه مثلاً مؤسسة التمويل الدولي الآن عندما ترغب بتوسعة المطار وتعطي قرض إنشاء مركز للصيانة في هذه المطارات. طبعاً القطاع متصل، يعني لا يمكن أن نفكر بالخطوط دون المطارات أو دون المراقبة متصل الجوية. متصل ومعقد دكتور صفوان. وأي واجهة، أي واجهة لنشاط ببعد عالمي لازم إحنا مؤسساتنا تشتغل على المتطلبات العالمية بالصيانة. ما يقدر هو الأوروبي يسمح الطيارة بالدخول إذا مو نسبة الكفاءة 100% بكل تأكيد والسلامة 100% والطائر مستعد لكل الأجواء. فمثل هذه المعايير ليس فقط في قطاع الطيران، لاحظت مثلا قطاع المصارف عندما انفتح على العالم
حدثت الفجوة. هذا القطاع ابتعد عن المنافسة، ابتعد عن التسويق، ابتعد عن عملية الاستمرار بجذب الكفاءات. اليوم اكو فرصة جيدة، اليوم العراق عنده علاقات دولية جيدة. نعم. قاعد يحرص تقدم، ليش ما يستثمر هذه المعطيات اللي صارت؟ انا اشعر اكو جدية، يعني التفات السيد رئيس الوزراء بالاجتماع الأخير وتغيير هذا الهيكل الإداري، ومن متطلبات ايضا الاصلاح ان يكون لدينا مجلس اداره متخصص ضمن الكفاءات. هذا القطاع يفترض ان يبتعد عن المجاملات، وزاره النقل داعمه لهذا القطاع وليس تتدخل. ايش قد خضع هذا القطاع للمجاملات والتوافقات السياسيه؟ خضع يعني انت الان اذا تزورين مطار بغداد وتشوفين التاكسي المن أكو حتى العمال المن أكو يعني أكو تدخل في سلطة الطيران. زين حضرتك، احنا نريد استقلال. انت كمسافر عراقي وتروح لهذا الخطوط، تروح للمطارات، شلون تقيم المطارات العراقية والمتابعة؟ والله أنا أثق بالطائرة العراقية، يعني أثق أكثر من بقية الطائرات. زين. مع ذلك احنا يعني من نزور مطارات أخرى، من نشوف المطار العراقي نلقي أكو فجوة بالخدمة، هي أكو هذه فجوة حتى بالالتزام بالتوقيتات، ايضا يعني الاتيكيت اللي يرافق عمليه السفر. هناك بعض المسافرين لديهم خبره دوليه في السفر فمباشره يحس بالفارق، فنستطيع اعاده تاهيل هذه الطائرات، والطيارين العراقيين متميزين لديهم خبره جيده، لكن امتثالهم للمتطلبات الدوليه بالتعليم المستمر بالتحديث المستمر يمكن ان تقلل هذه الفجوه ونعود الى تلك الاجواء. استاذ فارس، اذا اليوم اكو فجوه بين المطارات العراقيه وبين التعامل والاتيكيت الخاص بهذه المطارات والمضيفين وكل هذه الامور، اكو فجوه بينه وبين المطارات العالميه. ايش قد احنا نستطيع ان نقلل هذه الفجوه؟ هسه ما راح نقول راح نقضي عليها بشكل كامل لان هذه تحتاج الى سنوات، ولكن دعنا نتحدث عن تقليل هذه الفجوه. يعني شوفي هسه راح اجي احكي لك على قطاع المطارات. قطاع المطارات في مخالفه صريحه لقانون الطيران الدولي كان يدار من قبل سلطه الطيران العراقي لسنوات عديده، لحد قبل يمكن 3 أشهر او 4 أشهر. طبعا كتبنا حكينا المراقبين المفتشين قالوا ما يصير المراقب اللي هو سلطه الطيران العراقي يدير مطار عاصمه مطار بغداد، لذلك احنا شفنا بها انواع واشكال المشاكل. المهم قبل 3 أشهر حكومه السيد السوداني اعلنت عن فصل المطارات عن اداره السلطه، وشكلت شركه للمطارات العراقيه حتى تعمل على رسم السياسات لكل المطارات العراقيه. لكن هنا هم اكو نقطه او مشكله بسيطه، مع الاسف خلوا شركه المطارات تابعه، يعني اضافوها الى شركه الملاحه الجويه، وشركه الملاحه الجويه كانت شركه ناجحه بكل المعايير. ليش؟ لان اللي يديروها ناس مختصين بالملاحه الجويه. من اجت المطارات عندهم خلال 3 أشهر اللي فاتت ما لقينا في التطوير او تغيير للمطارات. ليش؟ لان ما احد نفس الناس اللي كانوا بالسلطه جابوهم وخلوهم بالشركه هذه. لا، ما هكذا تدار شركة المطارات. شركة المطارات تدار بناس مختصين بعلوم إدارة المطارات. هذول الناس حتى أكو عراقيين، يعني أكو هواي عراقيين عندهم ماجستير، عندهم دكتوراه بإدارة المطارات. ليش ما نرجع اليوم نجيبهم؟ خلي يرسمونا سياسات، خلي يرسمونا. ضيفك الأستاذ الكريم يقول على موضوع التمويل الدولي. مؤسسة التمويل الدولي التعاقد مع الحكومة العراقية سنة تقريبا 3 أشهر بس يوضعون خطط، يرسمون خطة. هذه الخطة بتصير مثل محفظة استثمارية وتعرض على مستثمرين، يعني ما راح نشوف تغيير على المطار بغداد من 4 سنوات قادمة. إذا أستاذ فارس راح أغير طبيعة السؤال، إذا المشكلة لا بالخبرات والمشكلة لا بالإمكانيات، المشكلة أكو محاصصة سياسية قاعد تدار بها المطارات وهذا الملف يعني بصورة العامة. بصراحة نحتاج إلى مختص، وهذا المختص بعيد كل البعد عن العالم السياسي. إحنا يعني إذا أجي على قطاع الطيران بشكل عام هم أرجع على القانون. قانون بالمادة 124 من قانون سلطة الطيران يقول هناك مجلس أعلى للطيران في العراق. ماذا يعمل هذا المجلس الأعلى للطيران في العراق؟ هو يدير سياسات الطيران سواء في المطارات
في النقل الجوي، في خدمات الأرضية، في التدريب، في الملاحة الجوية. هذول ناس قاعدين بس مجرد يرسمون سياسات ويضعون خطط لمدة سنة، ايش راح يسوون بعد 3 سنوات؟ ايش يسوون؟ احنا ما عامل هذا المجلس، احنا مستشار او اثنين يم السيد رئيس الوزراء، هم اللي يديرون هذا الموضوع. فأنا ادعو من منبركم السيد رئيس الوزراء، وانا دا احس الرجل هذا ناوي على الاصلاح، اصلاح قطاع الطيران، يجب العوده الى في قوانين سلطه الطيران المدني العراقي او قانون الطيران المدني العراقي، بتشكيل مجلس اعلى للطيران في العراق، باعاده النظر في مجالس الاداره لشركه الملاحه الجو، لشركه المطارات ولشركه الخطوط الجو العراقيه. اذا شفنا هذول الناس وجبنا المختصين راح يصير تغيير جذري 180 درجه، يمكن على مدى اشهر. احنا خلينا نعود للمختصين، هذه نقطه راسخه. وضحت الفكره بالنسبه للحل. نعم. اذا دكتور صفوان، هسه احنا مشكلتنا مو فقط مطار بغداد، حتى مطار النجف لا يرتقي الى المعايير الدوليه. نعم. اليوم احنا شلون نقدر نقلل خسائر العراق الاقتصاديه؟ يعني بالتاكيد كل خط يعني انتقال من مطار الى مطار هو عباره عن ركاب مسافرين وإيرادات لهذا الخط. عملية يعني أن تكون الطائرة تعمل بشكل مستدام هي عبارة عن إيرادات مستدامة. علينا توأمة بين قطاع السياحة وقطاع النقل، يعني السياحة الطبية، السياحة الدينية، استثمار الشركات السياحية بالتأكيد من خلال خصومات، من خلال تعاقدات طويلة الأجل بين شركات الطيران وبين شركات السياحة، تعني أن هناك إيرادات مستدامة. فتح خطوط جديدة للناقل العراقي، يعني لا نكتفي فقط بالانتقال من مراكز محددة. حاليا العراق هو مركز العالم من حيث الموقع الجغرافي، مجرد عبور الطائرات على الأراضي العراقية بتقديم خدمات أرضية مناسبة، مراقب جوي يثقون به، من الممكن أن نحصل على 1,250,000,000 دولار سنويا، لأن كل طائرة تعبر الأجواء تعطي رسوم ما لا يقل عن 900 دولار بمجرد العبور. إذا هبطت يعني أن هناك صيانة، هناك وقود، هناك عملية انتظار للأقلاع من جديد. بهذه المشاكل الإيرادات مستدامة، الإيرادات مستدامة، لكن بهذه المشاكل اللي عبر عنها أستاذ فارس بأنها مشاكل فنية تحتاج إلى خبرات. نعم. راح تستطيع الحكومة إدارة هذا الملف؟ يعني الحكومة جادة في موضوع حل المشاكل. علينا يعني استنساخ القوانين الدولية، يعني لا نحتاج إلى قوانين محلية. القانون الآن الفرنسي لتنظيم سلطة الطيران في فرنسا كوبي على العراق، وهو هذه معايير عالمية، والشخص معايير عالمية. فأني من عندي كواليفيكيشن مال شخص معين بهذا الجوب، أني الكواليفيكيشن هو اللي يحدد لي من هو الشخص، لأن إذا بدون معايير للشخص راح تصير ضغوطات، راح تصير مجاملات، راح نحط أشخاص مهم الأكثر مناسبين في مكانهم. طيب أستاذ فارس، في لقاء سابق مع حضرتك قلت لي شهادات العاملين في المطار لا تتناغم مع طبيعة العمل في المطار في دقيقة واحدة، هل العراق سيعالج هذه النقطة؟ بكل بساطة يعني ما عدفت مشكلة صعبة، لأن هو لو حاليا اكو مراكز تدريب خارجية دا يعتمد عليها، لكن إذا يريد يستعجل ننشئ مراكز تدريب داخلية وفق معايير تأمنها سلطة الطيران المدني العراقي اللي تعمل ضمن المعايير الدولية، وأسهل منها ماكو. احنا يحتاج لنا إرادة لإدارة تخصصية. نعم. إرادة حقيقية لإدارة تخصصية تعمل على وضع الخطط ورسم السياسات حتى نطلع من هذا إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور فارس الجواري الباحث واستشاري الطيران، كنت معي عبر سكايب من السليمانية، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم، شكرا جزيلا. إذا الآن ننتقل إلى أبرز ما جاء في منصة إكس حول عيد الغدير الأغر والذي تصدر المنصة.
أكثر من 15,000 امرأة متزوجة تأخذ راتب رعاية اجتماعية ضمن فئة المطلقات والأرامل، لم يبلغنا الوزارة بزواجهن. وزارة العمل أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن واسترداد جميع مبالغ الإعانة لتحويلها إلى مستحقيها. ملفنا الثاني راح نناقش بهذا الموضوع ونفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سعد. يخفين زواجهن لاستلام رواتب الإعانة الاجتماعية. الكشف عن 15,000 امرأة متزوجة من المطلقات والأرامل يتقاضين مبالغ الرعاية دون أن يبلغن الوزارة بزواجهن لتحقيق مردود مالي بسيط، فيما يبقى الفقير المستحق راتب الإعانة ضحية تلك التجاوزات. قبل فترة واقفين بباب دائرة مال البريد، من كان يراجعون الرعاية كان يراجعون البريد، فطبق السيارة لاند كروز مظللة. طبق السيارة لاند كروز طلعت زوجة المسؤول تسوي لها راتب مال رعاية اجتماعية. وهاي المسائل بالآلاف طبعا، الدولة تقدر تدققها، بس الدولة هم تجامل. اكو ناس مستحقين يعني اللقمة صعبة عليهم حيل. وزارة العمل تطلق حملة استرداد الأموال من المزورين بعد اكتشاف حالات احتيال من قبل الطلاق الوهمي التي يتم بالاتفاق بين الزوجين من أجل الحصول على إعانة الحماية. ويرى مواطنون انتشار هذه الحالة بسبب غياب التدقيق من قبل الباحث الاجتماعي للتأكد من إن الإمرأة مطلقة رسمياً قبل الموافقة على شمولها براتب الرعاية. حلاق أعرف ومتزوج وبنية ما تقبل تعقد محكمة على مود لا يقطعون الرعاية من عندها، كانت مطلقة. فالمشكلة بهذا اللي دا يصير إنه ماكو توزيع بطريقة منصفة للناس، المناطق النائية، الناس اللي بالمناطق اللي اصلا ما بيها تبليط، ما شايفين التبليط اصلا، ما يوصلون لهناك، لا يوصلون بس للمناطق العاديه. واتصور يعني هو الموضوع موضوع فساد، يعني لان الباحث الاجتماعي هو يرضى يعني ياخذ له كم فلس ويمشي الموضوع ويسلم للعالم. تتعدد صور المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية من غير المستحقين، منها الطلاق الوهمي، وأكثر من 200,000 متوفي ذويهم يتقاضون الإعانات. تنتظرهم عقوبات قانونية من خلال استرداد جميع الأموال التي حصلوا عليها. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. الملف الثاني راح اتناقش به مع الست أسهار الدليمي، رئيس منظمة أسل لتمكين الطفل والمرأة، ستكون ضيفتي هنا في الاستوديو. حياك الله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. ست أسهار، بداية 15,000 رقم ضخم جداً من قبل المطلقات وأرامل يخدعن به الحكومة العراقية ويأخذون راتب رعاية اجتماعية، شلون نقدر نفهم هذا الموضوع؟ طبعا بدءا انه اللي يلجؤون الى رواتب التقديم الى رواتب الرعايه لشمولهم برواتب الرعايه والحمايه الاجتماعيه اكيد من الطبقات المتوسطه فما دون، يعني ما ممكن الا حالات ما ندر انه يعني طبقات عاليه تلجا الى هذا الموضوع، لان هو بمعاناه بالتقديم، معاناه بالشمول، معاناه بالموافقات، ناهيك عن انه هواي حالات ابتزاز تصير داخل المؤسسات الحكومية حتى يصرفوا لهم الماستر. اللجوء إلى هاي الأساليب الاحتيالية، احنا ما نريد نبرر موقفهم، لكن ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة العراقية، خلينا نقول بصورة عامة، لأن هو الاحتيال صار من قبل الرجل والمرأة، يعني هواي رجال أنه مسوين مستمسكات مال انه هم ارامل او مطلقات وهم رجال، وهاي ما اعلنتها الاحصائيات وزاره العمل. زين. وهواي نساء هم طلقوا طلاق وهمي حتى تحصل على راتب الرعايه حتى ترتفع من مستوى المعيشي للعائله، هذا طبعا كشيء انساني يعني احنا يعني نتعاطف وياهم، بس هذا مو مبرر انه هم يعني تصرفهم خطا. ست أسهار، 15,000 رقم ضخم جداً. جدا. صحيح. يعني سمعتي في استطلاع قناة الأيام للرأي في الشارع؟ نعم. قال زوجة مسؤول. زين حضرتك تقولين أكو معاناة بالإجراءات
واكو معاناة كبيرة وهاي تشمل الطبقة الفقيرة الا ما ندر. زين راح اتحدث لك اذا زوجته او هو زوج عنده واسطات ما يروح يخلصها بلحظات ويقدر ياخذ فعلا اكو تدفع مبالغ، اكو مبالغ تدفع يعني مقابل انه ادفع كذا مبلغ باسبوع انت جايك الماستر. وفعلا هاي حقيقة اني يعني دا اتكلم من يعني من ارض الواقع. ليش؟ بحكم المنظمة مالتي اني شهريا ارفع الوزير العمل قوائم يعني بالمشمولين كأن مطلقات، أرامل، زوجة مسجون، مهجورات، يعني أمراض سكر. فأني أشوف المعاناة من يجيني شخص يقول أنا قبل شهر وهذا الماستر. إذا هاي أكو في الطرق هو مو يعني هو مو هو راح جاب الماستر، أكيد فد شخص مسؤول بالدائرة صرف له هذا الماستر. ليش ماكو إحصائية رسمية لدى وزارة العمل بأعداد المطلقات والأرامل؟ يعني إحنا خلينا نكون صريحين، المفروض يصير يعني أكو فتاتش بين وزارة العمل ووزارة التخطيط، يعني يعرفون عدد ومجلس القضاء لألا، لأن إحنا سنوياً بمجلس القضاء لألا تصدر إحصائية بعدد المطلقات اللي يعني اللي حصلوا على قرار. يعني هسه مثلا بال 23 70,000 حالة طلاق، المفروض وزارة العمل تكون عندها فكرة عن هذا الموضوع. زين اللي دا يسهل هاي الأمور التسهيلات منه؟ لا أني ولا حضرتك ولا رجل بالشارع، أكيد هم ناس مسؤولين بالوزارة. لأن أنا من خلال أنه أقدم قوائم الرعاية انه كلش اجراءات صعبه، يعني وتروح لوزاره التخطيط وبوزاره التخطيط تبقى المعامله 5 أشهر و6 أشهر. يعني عندك فكره اني عندي قوائم من ال 22 هم مشمولين ولحد الان ما مستلمين ماستر. هذا الراتب ايش قد ساهم برفع نسبه الطلاق؟ يعني هسه تقول لك المراه او الرجل يعني عادي الطلاق يقع لانه اكو راتب واكو حمايه والامور كلها طيبه، لانه انا ادري اكو حالات انه هي منفصله وبعدين تزوجت لكن ما تريد تعقد بالمحكمه حتى تبقى على الراتب. تبقى ايش قد هذا الراتب ساهم بتدمير الاسر العراقيه؟ يعني ساهم مساهمه كبيره، يعني هو انه القصد انه يحصلون على راتب الرعايه، لكن اكو له فد وقع نفسي على الاسره، على الطفل، على الزوجه، على علاقتهم الاجتماعيه. يعني هم نفسيا راح يحسون انه علاقتهم صارت مصلحه. ليش؟ لان هم يعني منفصلين بس على مود راتب الرعايه هم باقين ازواج. هذا نسميه احنا نسميه الطلاق الصامت. يعني فإلى كل شوق يعني على علاقتهم الاجتماعية، بعدين هو شرعا وقانونا محرم هذا الشيء. زين وزارة العمل ليش ما عندها فرق مراقبة، فرق جوالة، فرق متابعة للمطلقات والأرامل؟ هذا احنا ما تطرقنا إليه من خلال المؤتمرات اللي يقيمها السيد معالي وزير العمل الأستاذ أحمد الأسدي، إنه ضعف الرقابة على هذه الأمور، على هاي القيود. يعني اكو هوايه هم ما مستحقين، مو بس انه حالات طلاق، هم ما مستحق ودا يستلم. لا تنسين انه كل مرحله انتخابيه يصير بها هيك هم خروقات، انه يستعجلون باصدار قوائم المشمولين، وهاي كلها خروقات. يعني لكن رواتب الرعايه الاجتماعيه تكلف خزينه الدوله مليارات الدولارات. فعلا. طيب اليوم ضاع الحابل بالنابل، يعني اكو شخص ما محتاج وياخذ راتب الرعايه، واكو شخص محتاج جدا وما جاي يوصل لهذا الراتب. هذا اثر على الشخص المحتاج واللي هو مستحق. زين اللي هو هسه احنا الوجبه السابعه يفترض ان تنطلق من شهر ال 12 سنه ال 23. زين. ولحد الآن الوجبة السابعة ما انطلقت. ليش؟ لأن عملية تدقيق القيود السابقة اللي بيها تزوير واللي تشكلت هيئة استرداد أموال الدولة، هذا كله أثر على اليمن، أثر على المستحقين اللي هو فعلا مستحق راتب رعاية وقاعد ينتظر. نفسيا نتأزمه ويجوني للمنظمة ست عافية تأخرنا. يا بقيتم الموضوع لا بيد وزير العمل، المالية موقفة لأن يريدون يدققون القيود المزورة، وهاي مشكلة كبيرة. يعني زين اكو اجراءات لفحص الحالة الزوجية للمستفيدات من راتب الرعاية الاجتماعية؟ يعني هو اكو بيان سنوي، اكو بيان سنوي مثلا هي يعني بعد مرور سنة من استلامها الماستر تجي تحدث معلوماتها. زين. واحيانا يعني من خلال مراجعتي الدوائر الرعاية والشؤون الاجتماعية انه هي تجي تعلن انه اني تم زواجي او تم تعييني او تم يعني الحالة مالتها. اكو لا ما يعلنون.
يستخدمون وسائل احتيالية في سبيل وين الدولة عنهم ست أزهار؟ وين الدولة عنهم؟ وقف العامل الرقابي لمؤسسات الدولة. وقف العامل الرقابي. زين، أنتم كمنظمة يعني هسه كمنظمة أسد، نعم، ليش ما تتعاقدون مثلا ويا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ نعم، اللي لعب دور رقابي على المستفيدين من راتب الرعاية؟ ست خلي أقول لك فشي، قبل فترة أنا قابلت مدير عام بدائرة حكومية مرموقة، نعم، فدا أعرف نفسي دا أسجل منظمتي عندهم بالوزارة حتى يصير عندي تاج عمل وياهم. فقال لي شنو منظمتك؟ قلت له منظمة الأسد لتمكين المرأة والطفل. ما تتخيلين شلون انهدبيه. قال لي شنو بعد محتاجين تمكين انتم؟ شو 25% من البرلمان لكم وهل قد لكم مديرات عامات؟ قلت له استاذ تمكين المراه اني ما امكن برلمانيه ولا عضوه مجلس، اكو نساء مهمشات اني دا يعني دا ابني قدراتهم دا امكنهم اقتصاديا اجتماعيا. فاحنا محجمين عملنا يعني كمؤسسات. ارجع اقول لك، نعم، ضاع الحابل بالنار بالضبط. اليوم إيه المراه يعني، نعم، اكو نساء صار تمكينهم 100%، واكو نساء صاروا مستضعفين انداسوا تماما. فعلا. طيب مو دوركم انتم كمنظمه خلق هذا التوازن؟ اكيد. هذا اليوم احنا التوازن ما جاي نشوفه لا من الدوله ولا من المنظمات. صحيح. كاعتراف رسمي وصريح، واحنا دائما نقوله مو كل منظمات المجتمع المدني عاملة ولا اي كل المنظمات مؤثرة، المنظمات العاملة معدودة على الأصابع. بعدين احنا اللي فعلا نعمل ما نلاقي دعم من الدولة، يعني احنا كنا بجهود ذاتية، تطوع ذاتي، اولادنا، اسرنا، زملائنا بالعمل، جيراننا، احنا اللي دا نعمل، لان ماكو لا دعم مادي لا دعم معنوي، بس احنا دا نعمل من جانب انساني. يعني انا ما اقدر مثلا اراقب كل الحالات، انا تجيني حاله انا ادري بها مثلا هي ما مطلقه، او ادري بها انه موضوعها. زين، شلون تتعاملين مع الحالات المتحايله على الدوله؟ نعم. يعني هسه انت مثلا جتي وحده والعفو هي كذبت الكثير. صحيح. زين انت شلون راح تتعاملين؟ وراح يصير عندي شك انا بحكم يعني عملي كحقوقيه. زين. مو بس رئيسه منظمه وناشطه مدنيه، اعرف اكو مراوغه بالموضوع، انا اخذ معلوماتها، اخذ فايلها وانطيها رقم تليفوني، اقول لها تواصلي وياي، انا عندي جروب اضمها للجروب. زين. بس انا بالمقابل اسال جارتها، اسال المختار، كثير من الحالات اني طبعت اسمائهم بالقائمه، ومن سالت طلعوا انه هم موقفهم غير سليم اني مسحتهم. يعني موقفهم غير سليم متزوجين وكاتبين مطلقين. بالضبط. اي بالضبط. زين. اريد افهم منك اغرب حاله ست ازهار شنو هي؟ يعني كرعايه اجتماعيه او حاله طلاق؟ لا لا، كحاله رعايه اجتماعيه كان اكو بيها تحايل على الدوله، اغرب حاله واجهتيها. والله يعني أنا أكو شخص أعرفه بدون ذكر مناطق وأسماء، هو عنده معرض مال أثاث، يعني أثاث حديث، يعني فمطلق زوجته يعني بشكل صوري، ده تستلم راتب، هو ده يستلم راتب كعاطل عن العمل، وأحد بناته مسويها بيها مرض توحد، تقارير كاملة، تقارير طبية كاملة موقعة من لجان طبية جايبها ودا يستلمون على مدى. زين. من يعني يستلم هو وزوجته وبنته. وبنته. زين. فمن سألت على مود يعني إنه البيان السنوي شلون دا تقدموه، يعني مو البيان السنوي البنية تنعرض على اللجنة الطبية مرة أخرى. زين. زين. فقال احنا مثل ما رتبناها قبل رتبناها هسه، بس اللي افتهمته يعني قبل يمكن شهرين انه انقطع راتبهم ثلاثتهم. يعني راتبهم ثلاثتهم ايش قد المجموع؟ ايش قد الدخل اللي يدخل لهم شهريا؟ يعني اعتقد الزوجه 175 تستلم صافي 125 يمكن. أي. هو هم كذلك، والبنيه انشملت بالزياده يعني صارت 250 تقريبا، يعني ما يقارب بال 500 او اكثر شويه. يعني انا بس اريد اسال، تسوى هذا ال 500 يريق مي وجهه ويقول انا طلقت زوجتي وبنتي مصابه بمرض توحد؟ اي ست، ليش صارت عندنا هذه النفسيه؟ يعني انا اتحدث عن البعض، ليش البعض صارت عنده نفسيه انه يقدي من الدوله؟ صحيح. ليه؟ انخفاض المستوى الثقافي ست، يعني احنا نحمل الاعلام مسؤوليه، نحمل منظمات المجتمع مسؤولية، نحمل وزارة التربية مسؤولية، أنا من أعرف حقوقي وحقوق غيري
أني من أنظر إنه هذا شخص يأخذ راتب رعاية أقول هذا مستحق حقه، ما المفروض أني أخلي عيني عليه؟ ست أسهار، بغض النظر عن منظمات المجتمع وزارة التربية والإعلام، 15,000 حالة، هذا مو ضعف بالدولة؟ أكيد لما الدولة 15,000 حالة تصير تحايل على الدولة، يعني هذه وحدها جريمة. صحيح. زين هذا مو أكو ضعف بالدولة؟ ضعف إيه فعلا بالدولة، يعني ضعف مو بس بالأشخاص اللي يقدموا، أكيد أكو عوامل مساعدة. حضرتك قلتي لي تقارير توصل من لجان متخصصة. صح. مضبوطة، يعني طبيب متورط والجهات متورطة وأكو مدراء متورطين وأكو موظفين متورطين. ست أسهار بهيجي حال إحنا وين وصلنا؟ حالات الإفلات من العقاب هي هاي اللي تزيد هاي الحالة. يعني أني من شخص ينحال مثلاً للتحقيق أو للنزاهة وبعدين يطلع أنه كل شيء ما عنده، فأكيد غيره من مسوي نفس الفعل الإجرامي، هاي تعتبر جريمة. هاي ما تعتبر فد عمل مخل بالنظام، هاي تعتبر جريمة، يعني سرقة أموال الدولة هاي جريمة. بأقل من دقيقة تتوقعين هذا العدد 15,000 راح يقل؟ راح تروح الرواتب للمحتاجين؟ أكيد راح يقل، لأن هواي ناس بدأت تخاف. أنا من خلال منه يعني تعاملي وياهم قاموا يخافون، قاموا يجون ست الريد نلغي راتب الرعاية وشون نفصح عن السنوات السابقة وشون شنقوله وهذه، فهواي ناس. هي الحكومة راح ترجع الفلوس للمتحايلين عليها؟ المتحايل اكيد يعني عنده مبلغ معين بذمته يرجع، واكو حالات دي يقسطوها، مثلا حالات انه عاجزين امراه كبيره كذا فدي يقسطوا لهم. شكرا جزيلا أست أسهار الدليمي، رئيس منظمه اسل لتمكين المراه والطفل، حياك الله نورتينا. شكرا للاستضافه. شكرا جزيلا. اذا ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبارنا المحليه لهذا اليوم. هنا زيارة عيد الغدير الأغر عند مرقد أمير المؤمنين عليه السلام بالنجف الأشرف. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل غرفة عمليات تتولى تسريع التفويج العكسي وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية ومتابعة وحي أي مشكلة تتعرض أو تؤخر عودتهم. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين فضلاً عن دعم رجال الأعمال العراقيين. مجلس محافظة بغداد يدعو إلى فتح تحقيق بخصوص الحرائق المتكررة في العاصمة ويؤكد أهمية عدم التهاون بهذا الأمر. المفوضية تعلن تمديد تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان كردستان حتى يوم الخميس المقبل. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.